ملاعب جوده عاليه عشان تلعب عليها دوري المحترفين. اتفضل خمس ست انديه او سبعه. هم برضو هيتواصلوا مع شركه استادات او الحاج عامر برضو والاستاذ ايهاب هيحلوا المشكله دي. ليه يحلوا المشكله دي؟ كل الملاعب تبقى مضاءه. لان انت عندك الدوري هيبقى 320 يوم. ممكن وارد هيتلعب كل اسبوع ماتش، لو هو هيلعب كل اسبوع يعني. هيبقى 320 يوم، يبقى انت هتلعب في رمضان. مش زي ما قلنا انا وانت هنا من ثلاث اربع اسابيع واتحاد كوره خد قرار بعدم اللعب في رمضان. هم اقتنعوا خدوا قرار. لما تبقى عندك دوري فيه 24 فريق مش هتقدر هتلعب في رمضان، ممكن تلعب ماتشين في الاسبوع. يبقى كمان انت لازم تشوف الاستادات من السنه الجايه. اتحاد الكوره يتابع الاستادات ديت، يبقى كل الاستادات مضاءه. تمام. الحاجه الثانيه بقى ان هم برضو اللجنه دي بتشتغل على تقنين حل مشكله الازمه الماليه. هم بيتواصلوا من دلوقتي مع كذا سبونسر او راعي لدوري القسم الثاني، وان هم هيحلوا ده ليه؟ لان الانديه اللي هيجي من اسوان مطروح واللي مطروح هروح اسوان، كل الانديه لازم تاخد دعم.